في 28 يناير 2004 انطلقت في الإمارات بطولة مرعب الدولية الثالثة. لأكثر من 20 عام ما كان فيه زفلت في المرعب، كان رملة وكان كد. مكان وحيد جمع آلاف المتسابقين من كافة أنحاء الدولة، المنطقة والعالم. أنا صراحة أحسب حساب للكل. يا سلام يا سلام يا سلام. رحلة انطلقت في الماضي وما زالت مستمرة. وهالسنة بنتابع 6 فرق تخوض تحدي صعود واحد من أعلى التلال الرملية على مستوى العالم في السلسلة الوثائقية الأولى من نوعها. 5 ثواني و882. المرعب اسم على مسمى مرعب. أنا مش رايح أسجل مشاركة، أنا رايح أنافس وأفوز بإذن الله. ندية وتنافس لأقصى الحدود. توعدني ما تحرق سيارتي مرة ثانية؟ ما بحرق سيارتك. أكيد. سوق عدل أنت بس. لحظات فشل ونجاح. هذا الموتر انجلت فيه العام. خيبة وأمل. هاي السيارة إن شاء الله بتطلع السباق. لا يغرك الشكل. إصرار وتصميم. هذا جيز حق ليو فقط ويكون سيكر. والكثير من المفاجآت غير المتوقعة فيه درب تل مرعب.